بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة. نتعرف على أزهار نبات الديدونيا. ده شكل الأزهار الصغيرة جدا دي، لونها أخضر أهي. بعد كده بتبتدي تتفتح وتتعقد وتكون الثمار. لو احنا شفنا نبات زي ده هنلاقي النبات بيكون عدد كبير جدا من الأزهار. كل شجيرة من دول بتكون عدد كبير جدا. اهو شايفين الأزهار اهي. شوف جزء تاني اهو بدأ اهو، بعد الثمار بدأت تتكون اهو. هنشوفها بعد كمان الثمار دي ما تكبر شوية ونشوف شكلها. الثمار اهي في مرحلة تانية من النمو، كبرت شوية. وانا يهمني جدا انكم تتعرفوا على ثمار الديدونيا عشان تفرقوا بينها وبين الكينو كاربس او البزرومي. الثمار هنا كمان اهي ابتدت تكبر اكتر كمان واكتر، وبيشوفها بعض اللون المحمر. هنتابعها كده لغاية النضج النهائي ونشوف بداخلها البذرة. الثمرة هنا مجنحة، لها ثلاثة أجنحة مضلعة، وكل ثمرة فيها من واحد لاثنين بذرة. شلة